مرحبا بنات، ان شاء الله الكل بخير وبصحة وسلامة. اليوم حبيت اسوي وياكم المفتول او مرقة الباذنجان. هنا انا راح استخدم نص كيلو من اللحم المفروم وكيلو من الباذنجان. الباذنجان غسلته وقطعته على مود اختصر وياكم الفيديو ما يكون طويل. قطعته متساوي، يعني شوفوا عن نص، قطعة متساوية بس عن نص لأن ححشيها كله نفس الشيء سويته. أوكي، هسه أشوفكم شو راح أسوي به. وهنا أنا احتاجيت حبة من البصل كبيرة شوية، وحبة من فلفل أخضر، ورأس من الثوم. أيضا راح أستعمل ملح وفلفل أسود وخاشوقة من المعجون، وسويت 4 طماطة ضربتهم بالخلاط على مود اريد احتاج الطماطة تكون وياي فرش. راح نبلش وياكم هسه بالوصفة مالتنا. اول شيء هنا انا راح اسوي، راح اخلي ثوم، مو كل الكمية، يعني كمية احتاجها للطبخ للمرقة، احتاج سنين ثوم للكفتة اللي راح نحشي بيها الباذنجان. اوكي، هنا أنا خلاص عندي ثوم، راح أخليه قاشوقة ملح، هذا الملح مقدار قاشوقة، وراح أخلي فلفل أسود مقدار قاشوقة مال شاي على مود تلزم الكفتة عندي. راح أخلي شوية طحين، يعني خاشوقتين طحين. طبعا الطحين من تستعملوه حسب كمية اللحم اللي عندكم، يعني اذا لحم اقل تقللون الطحين، واذا لحم اكثر تزيدون الطحين. هسه راح اخلط المقادير كلها عندي حتى تتماسك. عشان تعرفون قوامها صار مضبوط تلزموها. اذا اصبحت بهالشكل هذا يمكم ما فرطت، يعني هي قوامها زين، كلش زين، يعني الطحين كافي. اذا ما لمت بهالشكل هذا يعني تحتاجون بعد تخلون شويه طحين. اذا كان اللحم بهالشي هذا راح يكون عندكم معناها اللحم كان دسم اكثر، فيحتاج لنا شويه بعد طحين. اوكي، هسه راح نحشي الباذنجان بهاي الكفتة اللي سويناها. اوكي، شوف الطريقة كلش سهلة وكلش حلوة. ناخذ لحم ونحشي به، نحشي بالشكل هذا. ونرصه، نشيل الزايد، وبهالشكل صارت عندي شكلها شقد حلو. اوكي، ونكمل كل الباذنجان على نفس الطريقه.
وبهالشكل هذا هشينا الباذنجان بالكفته. هسه المتبقي عندي من اللحم راح اسويه بهالشكل هذا. يعني اسوي راس العصفور هسه جزت عندي الكفته هنا أنا. هذا المتبقي مال اللحم هنا أنا. كملنا الحشي مال الباذنجان. هسه راح نروح نخليه قطاوة على النار ونقلي الشغلات اللي سويناها، وخليكم وياي اشوفكم ايش راح نسوي. هنا خليت الزيت على النار وراح ابدي اخلي الباذنجان اقلي على النص، وبعدين اخليه بالتبسي او الجدار، انتو شنو اللي حابين شلون تشتغلون كيفكم. مهم لازم ينقلي شوية على النص. بين ما يجهز الباذنجان راح احضر الصوص اللي راح اخليه جو الباذنجان. اخلي شويه زيت بسيط وراح ابدي احمص البصل، بس يحمص شويه نضيف عليه الفلفل بعدين. وهنا أنا خلصنا المعجون، راح نشوف هسه الباذنجان إذا استوى. استوى راح احولهم على التبس اللي سويت بيه الصلصة.
تحوشهم صار شكله حلو. هسه راح نقلي الكفته ونعطي لها حمسه صغيره وبعدين نخليها على الباذنجان مالتنا. هسه راح نطبخ التمن، خلي شوية زيت ونخلي التمن خلي الملح خاشوقة ملح وأيضا حسب الكمية مال التمن اللي عندكم. نعطي له حمسة صغيرة للتمن ونخلي المي. طبعا اكو ناس تسوي بزل واكو ناس تسوي تطبيق، اني اسوي دائما تطبيق، ما احب البزل عمن هو صحي اكثر بس ما احبه. وهسه راح اخلي المي التمن كمية بس تغطي بأصبع تقريبا وانتظره بس يفور. أنا النار عليه وأبدي أهدره حتى أشوفكم النتيجة الأخيرة، تابعوني. هسه بنات بين ما يجهز التمن عندي والمرقة قلت خلي أسوي زلاطة وأشوفكم. هي بسيطة كلش، خيار وطماطم لا غير. حبيت اشارككم الفكره، نخلي عليها شويه زيت زيتون مقدار خاشوقة ونص، وراح اخلي رشه ملح بسيطه، وايضا ما ننسى دبس الرمان يعني ينطيها نكهه كلش طيبه. دقائق وارجع لكم. وبهالشكل هذا اصبحت المرقه مالتنا جاهزه، مرقة المفتول او تمن باذنجان، انتو شلون ما تعجبكم تسموها كيفكم. المهم هي لذيذة كلش، ريحتها طيبة وطعمها ولا اروع، جربوها راح تحبوها. اوكي، اذا عجبكم لا تنسون تشتركون ويانا بالقناة مالتنا ودعمنا بلايك وسبسكرايب. اوكي، ونقول لكم سهمكم العافية، الى اللقاء في فيديو جديد.